أهلا بحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل. وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية هتبدأ خلاص تنقل 10% من إجمالي موظفين الوزارة للمبنى الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة بداية من السنة دي. ليه 10%؟ ليه تم تحديد هذه النسبة؟ ده حتى لا يتعطل سير العمل. ده يخلينا نسأل كم موظف بالتحديد هيتم نقلهم للعمل في المقر الجديد بالعاصمة الإدارية؟ هل هيتم البدء مثلا بنقل موظفي الشؤون الإدارية ولا إيه بالظبط؟ أسئلة كتيرة هيجاوبنا عليها دلوقتي الدكتور طارق عبد الخالق، مستشار وزيرة التخطيط للموارد البشرية والمشرف على ملف انتقال الوزارة للعاصمة الإدارية، موجود معانا دلوقتي. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح النور أستاذ محمد، أهلا وسهلا. يا أهلا بك يا فندم. بنتكلم عن نقل 10% فقط من الموظفين في البداية. عايزين نفهم أكتر عن خطة الانتقال، وإمتى بالفعل هيتم البدء في انتقال الموظفين إلى مكاتبهم الجديدة في العاصمة الإدارية؟ والله احنا قررنا ان نبتدي نعمل زي نقل تجريبي، يعني لابد من نقل الناس اللي هو بعض فرق العمل في الشؤون الاداريه عشان خاطر يبتدوا يستلموا المتبقي من الفرش والاساس والاجهزه المختلفه اللي هتنتقل، وفي فرق من الامن لان لابد من تدريب الامن وان هم يتعرفوا على النظام الجديد الخاص بالامن في البوابات المختلفه وفي نظام تشغيل الامن في المبنى كله، وكذلك لابد من فرق عمل بالتحول الرقمي لان زي ما حضرتك عارف ان المبنى كله او المكان كله هو سمارت. صحيح. وبالتالي لابد من ان احنا نتماشى مع النظام التكنولوجي اللي ماشي عليه القريه ككل واللي منها الحي الحكومي، فكان لابد من نقل بصفه مبدئيه حوالي 10% من الافراد اللي بيمثلوا حوالي فرق العمل المختلفه، وهتتبعها وده هيكون على اوائل السنه ان شاء الله، يمكن اول السنه ان لم يكن قبل كده كمان خلال الشهر اللي احنا فيه، وهيتبعها 10% ثانيه بعدها بحوالي شهرين او ثلاثه، يعني على اول مارس ان شاء الله هتنتقل 10% اخرى، وال 10% دي من اجمالي موظفي الوزاره من مختلف القطاعات ومختلف الإدارات، برضو بما لا يؤثر على سير العمل، علشان كده هنقي كل قطاع هينقي العدد اللي ممكن ينتقل، وبعدين 20% هينتقلوا في مارس و20% ينتقلوا في إبريل، وإن شاء الله على نهاية يونيو هيكون كل فرق العمل وكل الموظفين الوزارة قد انتقلوا وقوة العمل كلها انتقلت بإذن الله. عظيم. طيب دكتور طارق، عايز أسأل حضرتك، الناس اللي هينتقلوا للعاصمة الإدارية الجديدة هل هيكون ليهم سكن وقاعدين في العاصمة، ولا في نقاط تمركز مثلا لوسائل المواصلات بحيث يروحوا ويرجعوا شغلهم بطريقة سهلة؟ هو تم توزيع، يعني في ناس هتبقى اختارت اوريدي ان هي عايزه تسكن هناك، مش بالضروره في العاصمه، هناك في اللي هي منطقه بدر، مدينه بدر، وفي بعض افراد طبعا قليله اختارت العاصمه. الناس اللي مش هتنتقل هناك في اماكن زي ميتنج بوينت او اماكن اللي هيتقابلوا فيها الموظفين علشان خاطر اماكن المواصلات اللي هينتقلوا بيها، ودي كل ربع ساعه هيبقى في مواصلات، ومواصلات على مستوى عالي جدا فيها واي فاي وفيها شاشات عرض، وطبعا ده هيبقى متوفر لكل الغير لكل اللي مش هياخد هناك اماكن سكن. طيب عايزين نعرف من حضرتك برضو دكتور طارق، المبنى عبارة عن ايه؟ بيتكون من ايه مبنى الوزارة؟ ايه التفاصيل اللي موجودة ما كانتش موجودة في المبنى القديم؟ مبنى الوزارة هو عبارة عن 7 أدوار متكررة، وفيهم حتى دور او اثنين دول خاصين بالامتداد، يعني احنا عاملين حساب ان لو في هيحصل اي امتداد مستقبلي في عدد الناس، وفيهم دور الارضي وفيهم دورين للبدروم، وطبعا في كراجات ومعمول حسابها للناس اللي هتنتقل بالمواصلات الخاصه بتاعتها او سياراتها الخاصه. اللي ما كانش موجود في المبنى الحالي هو التكنولوجي، يعني التكنولوجيا اللي المفروض تم انتقاء الناس واختيارها علشان خاطر يقدروا يشتغلوا على نظام التكنولوجي سواء من اول دخول المبنى، وان في البرامج التشاركيه المختلفه والبرامج والتطبيقات اللي هتسمع، يعني اللي هيدخل لازم هيبقى معاه كارت معين هيدخل بيه وهيسمع في نظام الموارد البشريه علشان الحضور والانصراف وهكذا. عظيم. كل دوت
هيبقى موجود، واعتقد تم تدريب الفرق العمل اللي هي راحت المرحله الاولى، بيتم تدريبها على كل دوت، وبيتم اختبار كل شيء موجود في المبنى علشان ما تحصلش اي مفاجآت باذن الله عند النقل النهائي. طيب دكتور طارق، يعني هل كل الموظفين اللي بيتم دلوقتي نقلهم للعاصمه الاداريه خلصوا مساله التدريب، وهل بيكون في اختبار ما او معايير ما علشان تقدروا تحددوا هل الموظفين دول قادرين يتعاملوا مع التكنولوجيا الذكيه دي دلوقتي داخل المبنى ولا لا؟ بالفعل هو ده، دي مراحل كانت سابقه قبل كده، اختيار الناس كانت مراحل سابقه، واخترنا بالفعل الناس بناء على تقييمات بالوزاره قامت بيها، تقييمات في مجالات مختلفه، تقييمات في اللغه، في الحاسب الالي، في الجدارات السلوكيه والجدارات، وتم تدريب الناس بناء، يعني اصبح ان يبقى في ملف تدريبي لكل موظف، وبناء عليه تم تدريب جميع المنتقلين على ثلاث حزم، ثلاث انواع من الحزم. في حزم تدريبيه تخصصيه كل واحد في مجال عمله، يعني في الاعلام، في التخطيط الاستراتيجي، في الموارد البشريه وهكذا. وحزم برامج لسد فجوات الجدارات، لان احنا قسنا في الاختبارات فجوات الجدارات الموجوده عند جميع الموظفين على مختلف المستويات الوظيفيه. واعتقد كان في حزمه كمان للبرامج الاساسيه، ودي قامت بها كانت بالتعاون مع هيئه الرقابه الاداريه، زي تعريف الناس بالامن القومي، استراتيجيه التنميه المستدامه، المشروعات القوميه، الحوكمه، مكافحه الفساد وهكذا. فده كله قمنا بتدريب جميع المنتقلين عليها. طيب دكتور طارق، بالنسبه للارشيف، بالنسبه للملفات اللي موجوده دلوقتي، الدوسيهات اللي كنا دايما بنشوفها كده في المقار الحكوميه، وضعها هيكون عامل ازاي؟ زي ما حضرتك عارف ان في مش كل الملفات هتنتقل، والا ما كناش قلنا ان المكان مكان سمارت، يعني مش هيبقى فيه اوراق كتير، لكن في اماكن مخصصه تم تخصيصها علشان المستندات والملفات المهمه طبقا لنظام تخزين الملفات، في اماكن موجوده في كل دور وكذلك في البدروم علشان تخزين كل ما هو مهم من الملفات. عظيم. دكتور طارق عبد الخالق، مستشار وزيرة التخطيط للموارد البشرية والمشرف على ملف انتقال الوزارة للعاصمة الإدارية الجديدة، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معنا.